والحضور الكريم، ونعاهدكم سنظل كما عهدتمونا مخلصين في عملنا، وهدفنا الوحيد مصلحة بلدنا الكويت وقطاعنا النفطي وعماله. وبدورنا نؤكد اننا لن نقبل المساس باي حق من حقوقكم العادله والمقبوله. ومن بيت العمال معينها مدويه 3 لاعات، لا للبديل الاستراتيجي، لا لبيع الدوله، لا لانتقاص مميزات العمال. ونحن نقابة نفط الكويت إذ نضارب العمال بالالتفاف حول نقاباتهم تحت مظلة اتحاد البترول صفا واحدا. من اجل الدفاع عن حقوقنا ببشارة وشرف. وإذ استمر الوزير ورئيس المؤسسة بإصدار القرارات التعسفية المتسببة بتهجير وتطفيش الخبرات الوطنية بشكل مفاجئ وجماعي وحالة عدم استقرار عند العمال، مما يجرنا إلى رفع حالة التصعيد لأبعد مدى. أشكركم جميعا، وأخص بالذكر من دعمنا لمطالبنا العادلة من داخل وخارج القطاع، وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير بلدنا الحبيب في ظل قيادة صاحب السمو.